طاقم التحكيم بكل تأكيد. وأمامنا على الصورة حارس فريق نادي الأهلي، لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين ونتيجة سلبية. أمامنا على الصورة المدير الفني ومدرب فريق نادي الخمس أكرم الهمالي قبل هذا اللقاء. هذه المباراة التي تجمع بين صاحبي المركزين الثاني فريق الأهلي صاحب الأرض والضيافة، أما الفريق الضيف فريق نادي الخمس الذي يتواجد في المركز السابع لدورة الألعاب العربية بالسعودية وكذلك بطولة شمال إفريقيا بتونس. في صراع وسط الملعب، محمد مفتاح يقطع الكرة يرسلها بعيدة طويلة باتجاه السلتو. السلتو كنترول مع أيوب عمارة، السلتو يحافظ على كورته يبحث عن التمرير باتجاه الغنودي، كرة خطيرة. تحدث على عبد المؤمن لاعب فريق الخمس، أيضا الشقيق الأكبر أحمد لاعب فريق الأهلي. مدافع منصور الزقون أمامنا للاشتراك الثنائي بين عبد الرؤوف الشبلي. هل نشاهد الهدف الأول من كرة ثابتة عرضية عالية ولكن فريق الأهلي. الثالثة على يسار البودي، ثلاثة ركنيات من نفس الجهة عادة، والركنية من طلحة رزق. نلعب يلعب بالراس الهدف الأول، يلعب الكرة وبالراس الهدف الأول. فيكر كما ذكرنا هو طلحة، طلحة هو الذي كان وراء الاسيست في اللقطة الماضية. محاولة عند الكرامي يعكس العرضية ولكن الرأسية من وسام الذي يستمر في التألق والإبداع رفقة فريقه فريق الأهلي في هذا الموسم. خروج من أيمن التهار في اللقطة الماضية. من الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة ليبيا الرياضية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مطلع وانطلاق الدقائق هذا الشوط الثاني. الانطلاقة تبدأ قوية وتبدأ من علامة الجزاء، ركلة جزاء أريغول يعطيها حكم لقاء عبد الله الفضيل. فل الثاني أمامنا على الصورة وسام البودي في مواجهة تنيس السلتو. يعلن الصافر عبد الله السلتو في المرمى. السلتو أنيس السلتو يسجل الهدف الثاني في مرمى وسام البودي ليعلن عن تحقيق الهدف الثاني وتسجيل الهدف الثاني عن طريق أنيس السلتو. أنيس السلتو الغنودي خلف أنيس السلتو. هذه الأسماء القبضي فيما يراقب لقاء الأستاذ عبد المنعم الشريف. هنا أمامنا الصوت، أمامنا التنفيذ عن طريق خزام يلعبها مباشرة باتجاه المرمى. خطيرة خطيرة كانت باتجاه المرمى ويتألق التيار أيمن. أيمن التيار خالد مجدي يسيطر على كورته، خالد ينقلها باتجاه السلتو. السلتو يعدر آخر في وجه اللاعب البديل الذي دخل قبل لحظات لاعب نور الإسلام أبو راوي. أكثر من نصف ساعة لعب مرت على أحداث هذا الشوط الثاني، ندخل في الربع ساعة الأخيرة من عمر وأحداث هذا اللقاء. والنتيجة تفوق فريق الأهلي بثنائية اللي كانت معنا على الصورة قبل لحظات، منصور رزق برأسية وصلته من علامة الجزاء. محمد الترهوني يصوب بشكل مباشر جول الترهوني. هنا امامنا لقطة الإعادة، تصويبة قوية قوية لا تصد ولا ترد يا بودي وسرية الترهوني. الترهوني الجوم يستعد لأخذ مكان أساسي له في تشكيل نادي الخمس. المدرب أكرم الهمالي الشوط الثاني هذه المباراة. هنا امامنا لقطة الإعادة للعرضية والتصويبة اللي كانت من اللاعب سند دوفان، قوية جدا كانت التصويبة. ربما هي الكرة الأخيرة، ربما هي اللعبة الأخيرة، تلعب قصيرة من معتوق باتجاه مجدي. مجدي يلعب العرضية صالح الطاهر. الطاهر نعم بالفعل الكرة الأخيرة قلت ربما، والصورة صالح الطاهر. رباعية انتصار بنتيجة عريضة لصالح فريق الأهلي على ضيفه فريق الخمس. أربع أهداف تناوب على تسجيلها مجموعة من اللاعبين، وهذا هو الهدف الرابع عن طريق صالح الطاهر. الإعادة من أكثر من زاوية. مشاهدين متابعي قناة ليبيا الرياضية، حكم لقاء الواضح أمامنا على الصورة عبد الله الفضيل يطلق صفيرته معلنا نهاية أحداث وأجواء شوط اللقاء الثاني والمباراة التي جمعت بين الأهلي طرابلس والخمس. Thank you.